الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ذو الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحان ذو العرش العظيم لا إله إلا الله الكريم سبحان ذو الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من البلاء في الآخرة والأولى ولا تخالف بنا عن طريق الهدى إنك يا مولانا سميع مجيب الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اكشف كروبنا اللهم تول أمرنا اللهم اختم بالباقيات الصالحات آجالنا وآمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتلاوتنا للقرآن الكريم. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن على النحو الذي تحبه ويرضيك عنا. اللهم ارفع درجاتنا بالقرآن الكريم. اللهم احفظنا بحفظ القرآن. اللهم استرنا بستر القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل وأحللنا به الظلل تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اللهم كما أتممت نعمتك علينا أن بلغنا أواخر العصر من رمضان نسألك اللهم أن تغفر ذنوبنا ونسألك اللهم أن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.
اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم اعتق رقاب أهلينا وأولادنا من النار، اللهم اعتق رقاب أحبابنا وإخواننا من النار، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا من لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، أسألك اللهم أن تقين عثراتنا، اللهم حط سيئاتنا وارفع درجاتنا، اللهم أحسن إلينا بكرامتك فإنك أنت الكريم ووقفنا ببابك، اللهم فلا تردنا خائبين، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا توثر علينا، اللهم ارض عنا وردنا واعف عنا وعافنا، اللهم إنك أنت العفو الكريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا أكرم الأكرمين، يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا كاشف الكروب اكشف كروبنا، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين، اللهم بحق هذه الليالي المباركات من رمضان أسألك اللهم أن تجعلها آخر الأحزان لأهلنا وأحبابنا في غزة، اللهم ارفع عنهم الضيم والظلم، اللهم ارفع عنهم العناء يا أرحم الراحمين، اللهم استرهم بسترك، اللهم يا أرحم الراحمين آوهم، اللهم إنك نعم المولى ونعم النصير، تولهم بولايتك، اللهم أطعمهم فإنهم جوعى، اللهم وسقهم فإنهم عطاء عطاش، اللهم إنا نسألك أن تفرج عن أهل غزة، اللهم اجعل السماء سقفا محفوظا ضد كيد الأعداء الذين يريدون بهم شرا ودمارا، اللهم يا أرحم الراحمين باسمك المنتقم الجبار، اللهم أرنا عجائب قدرتك في صاينة الظالمين، اللهم إنهم قد عاثوا في أرض فسادا وإنك لا تحب المفسدين، اللهم دمرهم كما دمرت عادا وثمود وسلط عليهم سوط عذابك فإنهم لا يعجزونك يا جبار يا ذا القوة المتين يا عزيزا ذو انتقام، اللهم انتقم لدماء الشهداء وانتقم للأطفال الذين يتموا وللأمهات اللائي يرمل، اللهم يا أكرم الأكرمين أكرمهم بكرامتك فرجا قريبا ونصرا مبينا، اللهم أورث المسلمين ديار الظالمين الذين أخذوها غصبا وظلما وعدوانا، اللهم كما ضيقوا على المسلمين فضيق عليهم الدنيا يا أرحم الراحمين، واقطع عنهم كل مأوى يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، لا ينقضي رمضان إلا وقد فرجت عن أهل فلسطين وعن المسلمين المظلومين في كل مكان، اللهم ارفع عن المسلمين الضيم والظلم يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والرزايا كلها يا أكرم الأكرمين، اللهم حرر مسجدك الأقصى من رجس من وطئت قدماه من الظالمين يا أكرم الأكرمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم وكل من هاودهم وكان معهم اللهم أشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا أرحم الراحمين، اللهم ابعث فينا رجلا ربانيا يقودنا إلى طريقك القويم وإلى نصر مبين نصرا من الله وفتحا قريب برحمتك يا أرحم الراحمين،
اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أعنا أن ننشئ أولادنا على دينك وطاعتك وسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين ضد الظلم والعدوان يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويرقى في جنات النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن وأن نقوم بحروف القرآن وحدوده، أسألك اللهم أن نكون ممن يقيم حروف القرآن وحدوده، نعوذ بعظمتك أن نقيم حروفه ونضيع حدوده. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من سأل الدعاء بالشفاء فاشفه، اللهم يا شافي يا معافي يا من لجميع عباده مكافي، اللهم اشف مرضانا يا أرحم الراحمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، وأصلح أولادنا وأزواجنا وأولاد وأزواج المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجاتهم عندك يا كريم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم تقبله منا يا أرحم الراحمين، واكتب لنا ليلة القدر إيمانا واحتسابا خالصا مخلصا لوجهك الكريم. بحقك الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، اللهم فاغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل في من آذى المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل في من ضيق عن المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل في من خان المسلمين. يا أرحم الراحمين اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا مرفقا ومعينا في مساعينا إلى الخير يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اختم لنا يا إلهنا بخواتم الصالحين والصالحات والسعداء، اغفر اللهم لنا ولمن صلح من آبائنا ولأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آل بيته الطاهرين الأكرمين وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر.